انتما كما كتشوفوا مناظر خلابه ديال البحر. يلا نتسراو جميع. الله هيا بنا هيا بنا هيا بنا الى المغامرات الجديده. اهلا البنات، هانتوما شايفيني ماشيه نبدل الروتين، ماشيه ناكل طاكوس اليوم كما كتشوفوا. ماما حاجه صحي صحي، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، الله يرحمنا برحمته وما نبقاوش مسجونين. حنا ولينا كنعانيو بحال رحنا في شي سجن. هذا المخلوق الضعيف شو شنو دار فينا، حرمنا من الحريه، حرمنا من الحياه ديالنا اليوميه كما هي. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، نسال الله الرحمه ديالو ما نبقاوش مسجونين. هانتوما كتشوفوا ابسط خلق الله، جنة. ما كنتصرفوش بحريتنا، ما كنتكرهوش بحريتنا، ما كنعرفو ما نديرو بهذا الحجر الصحي. اهلا البنات، هانتوما شايفيني ماشيه نبدل الروتين، ماشيه ناكل طاكوس اليوم كما كتشوفوا. ماما حجر صحي صحي، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، الله يرحمنا برحمته وما نبقاوش مسجونين. حنا ولينا كنعانيو بحال رحنا في شي سجن. هذا المخلوق الضعيف شو شنو دار فينا، حرمنا من الحياه ديالنا اليوميه كما هي. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، نسال الله الرحمه ديالو ما نبقاوش مسجونين. هانتوما كتشوفوا ابسط خلق الله، جنة. ما كنتصرفوش بحريتنا، ما كنتكرهوش بحريتنا، ما كنعرفو ما نديرو بهذا الحجر الصحي. هاني دياكم معايا انني ناكل طاكوس في بولفار. اهلا البنات، هانتوما شايفيني ماشيه نبدل الروتين، ماشيه ناكل طاكوس اليوم كما كتشوفوا. ماما حجر صحي صحي، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، الله يرحمنا برحمته وما نبقاوش مسجونين. حنا ولينا كنعانيو بحال رحنا في شي سجن. هذا المخلوق الضعيف شو شنو دار فينا، حرمنا من الحياه ديالنا اليوميه كما هي. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، نسال الله الرحمه ديالو ما نبقاوش مسجونين. هانتوما كتشوفوا ابسط خلق الله، جنه. ما كنتصرفوش بحريتنا، ما كنتكرهوش بحريتنا، ما كنعرفو ما نديرو بهذا الحجر الصحي. البنات انا كنقول لكم خاصكم ضروري الانسان يقدر الروتين ديالو، ماشي دائما الانسان يدير اي حاجه، اللي يدير اليوم يدير غدا، يدير اليوم يدير غدا. اليوم قررت انني نخرج بوحديتي، ما نسوقاش للاخرين، جيت بوحديتي انني ناكل طاكوس، اشتهيت طاكوس انني ناكل طاكوس. لهذا كنقول لكم البنات غيروا الروتين ديالكم، ما تبقاوش عايشين في نفس الروتين، لازمكم تعيشوا اللحظه ديالكم، ما تبقاوش تشوفوا غير الجانب السلبي، شوفوا الجانب الايجابي. لهذا كنقول لكم البنات حاولوا انكم تغيروا الحياه ديالكم الى الايجابي، تغيير الى الايجابي ماشي السلبي. ولهذا انا كنشارك معكم طبق ديال الطاكوس، وسمحوا لي شديتكم ومرحبا بكم، تقاسموا معايا هذا الشيء هذا. كنقول لكم انكم تغيروا النهار ديالكم، ما تبقاوش تقريب اللي يدير هذا يدير هذا، دير داك الشيء اللي كنرتاح له انا ماشي الاخر، ما نقلدش الاخر، المهم نعيش اللحظه ديالي، نتخطى الظروف، داكشي الامكانيات اللي كنكسب، ما نشوفش الامكانيات كبيره عاد باش نعيش اللحظه ديالي ونعيش السعاده، هادشي هذا راه كيعطيك السعاده من ابسط الشيء. ولو مره الانسان يفرق بحديته، ما توقفش على صديقه أو ولادي أو واحد العائلة أنني تنخرج، أنا خلقت السعادة الراس هادشي أنني.
غادي نعيش بالحضر ديالي نمشي للبحر نمشي للحوار بحكيتي ونخلق الجو هذا النهار هذا باش نكسر الروتين اليومي ديالي وأحبكم بالله تحياتي بلا ضيقات معكم فينا.